بسم الله الرحمن الرحيم. دي محاضرة تكملة لمحاضرات الـ Advanced Topics in Ultrasound Imaging. هنتكلم على موضوع الفيز أباريشن. الفيز أباريشن من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للـ Ultrasound Imaging، لأنها بتعمل لنا ديجراديشن في الصورة، وبتزود لنا السبيكل نويز في صورة الـ Ultrasound، بتضيف مشاكل بالنسبة لصورة الـ Ultrasound. ازاي هنعمل الكوريكشن؟ ايه المقصود بالتفصيل بالفيز اباريشن؟ ايه التكنيكس عشان نحل مشكله الفيز اباريشنز؟ الادفانسد تكنيك الحقيقه كلها شغل، جزء كبير منه ريسيرش، هنتكلم عنه ببعض التفاصيل بسيطه بالنسبه في المحاضره اللي احنا هنشتغل فيها دلوقتي حالا. طيب، هنفكر الناس ببساطه بالمقصود بالبيم فورمينج في الالترا ساوند ايميدجينج. احنا اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من انواع البروبس، يا اما بروب فيز ده اري بيكون عدد الاليمنتس مكثفين ومجمعين في منطق، في بروب الويتس بتاعه بيبقى صغير نسبيا، وده بيبقى في ميزه كبيره في الكاردياك ابلكيشن. يا اما عندنا في بروب لينير اري، بروب بيبقى كبير نسبيا زي ما احنا شايفين، او ممكن يبقى كيرف لينير، لا يبقى البروب بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب، في الحالتين الحقيقة إن إحنا بنعمل فايرنج للكريستالز بتاعة البروب، واللي بنسميها النمبر اوف تشانلز، بنعمل فايرنج بباترن معين. الفايرنج بالباترن المعين ده الهدف منه إن أنا أكون البيم بتاع الألترا ساوند عند المنطقة اللي عايز أصور فيها، يبقى البيم أضيق ما يمكن. كل ما البيم كان أضيق ما يمكن، كل ما اللاترال ريزوليوشن بتاعتي كانت أفضل. الاوبجكت اللي حجمه كده هشوفه بالوضع ده. طبعا هنا عندنا مشكله كبيره، لو البيم بالشكل ده في المنطقه دي، فالاوبجكت الصغير ده هشوفه بالويتس ده برضه. يبقى دي فكره البيم فورمنج. البيم فورمنج ان انا هفاير التشانلز بتاعتي اللي بعمل لها سيمالتينيوسلي فايرنج في نفس الوقت بباترن معين عشان اقدر اعمل الفوكسنج اللي احنا عايزينه ده. طبعا الباترن ده نقدر نغيره بحيث ان احنا نعمل ستيرنج كمان، فنقدر نعمل ستيرنج زي ما انا شايف كده، او ستيرنج في الناحيه الثانيه، فنقدر نكون صوره الترا ساوند زي ما احنا شايفين. يبقى الصوره جودتها هتبقى بتحدد بايه؟ بان احنا قد ايه هنقدر نخلي البيم ده الويتس بتاعه قليل. كل ما كان الويتس بتاعه قليل، كل ما اللاترال ريزولوشن بقت افضل، سواء هنا سواء هنا. طبعا في اللينير اري بروب او في الكيرف لينير اري بروب، احنا هنا بنفاير عدد معين من التشانلز. يعني لو البروب مثلا في المتوسط كان 128 كريستال، والجهاز ده شغال مثلا سي 64 تشانل، فالجهاز ده يقدر يفاير نص الكريستالز دي اتا تايم، ويقدر يكون بيهم لاين الترا ساوند. البيم زي ما احنا شايفين بيبقى بالشكل ده، كما لو كان ان في كريستال في المكان قدام البروب هنا بتعمل فوكسنج، اكوستيك كريستال بتعمل فوكسنج في المكان ده، حسب بقى ما الدكتور بيختار. لو الدكتور سي مختار الفوكسنج عند 5 سنتي، يبقى انا هختار البيم فوكسنج باترن اللي هعمل بيه فايرنج للكريستالز المختلفين هنا، ان هي تفوكس عند المكان ده. طبعا اتكلمنا عن ازاي بنعمل الفوكسنج باترن، وازاي ان احنا بنشوف فرق الباص بين كل كريستال وكريستال، بحيث ان كل كريستال دي لما اعمل لهم فاير، الفاير بتاعتي البلس بتاعتي كلها تتقابل عند نقطة الفوكس اللي هي على بعد 5 سم، فنقدر نحسب المسافة دي من الجيومتري والمسافة اللي جنبها من الكريستال اللي جنبيها، ونشوف فرق الايه؟ فرق الباص قد ايه، ونبدأ نفاير. طبعا واضح ان الكريستال اللي في النص هنا هتمشي اقصر مسافة، والكريستال اللي على الايدج هنا هتمشي اطول مسافة. يبقى اول كريستال هعمل لها فاير هنا، لو طبعا لو احنا بنتكلم هنفاير الاثنين دول ومفيش ستيرنج، فدولت هيبقى عند تايم زيرو كريستالز اللي على الحرف دي، دول عند تايم زيرو. بعد شويه نتيجه فرق الباص بين الكريستال اللي على الحرف واللي جنبيها، نبدا نفاير اللي جنبيها واللي جنبيها، بحيث ان انا اضمن ان كل البلس بتاعتي تتقابل عند الفوكال بوينت. طبعا ده بالنسبه للترانسميشن. يبقى انا كده عملت بيم فورمينج في الترانسميشن. طبعا في الترانسميشن عندي مشكله ان انا بشتغل سنجل فوكال بوينت، عشان يعني بفوكس عند نقطة واحدة. طب لو عايز الدكتور عايز يشوف الصورة كويسة عند أكتر من فوكس،
يبقى هيكون الالترا ساوند لاين بتاعي او الصوره بتاعتي كلها باتنين ترانسميت، مش بترانسميت واحد بس، مره بفوكس عند المكان الاولاني اللي الدكتور انترستد فيه وليكن 5 سم، ومره بفوكس تاني عند 10 سم. طبعا ده معناه ان الفريم ريت بتاعي نسبيا هيقل، لان انا دلوقتي اللاين الواحد بكونه من 2 فاير، بدل ما كنت بكون اللاين الواحد من فاير واحد بكونه من 2 فاير، فهياخد وقت اطول. يبقى دلوقتي انا عندي في البيم فورمينج في الترانسميت، فهمنا ايه المقصود بالبيم فورمينج في الترانسميشن، برضو في بيم فورمينج في الريسبشن، والاثنين بيساووا بعض. اللي عملته في الترانسميشن هعمل زيه في الريسبشن. يعني ايه؟ يعني السيجنال وهي راجعه لي من التارجت ده او من الاوبجكت ده او من الدبس اللي انا انترستد فيه، السيجنال برضو هتبقى اللي جايه لي وماشي، مشيت الباص ده وراحت للكريستال اللي في النص، هتمشي مسافه اقصر، فهتوصل الاول، والسيجنال اللي هتمشي المسافه الباص الاطول ده هتوصل متاخر. يبقى انا برضو عشان اجمع دول وافوكس واعمل بيم فورمنج في ريسبشن، السيجنال اللي هتيجي هنا هعمل لها ديلي، والسيجنال اللي هتيجي هنا لا هجمعها من غير الديلي. طبعا السيجنال دي والسيجنال دي في فرق باص بينهم، فدي برضه هيتعمل لها ديلي بس اقل، ودي ديلي اقل، ودي ديلي اقل، لحد ما نوصل لدي ان دي مش هيبقى ليها ديلي خالص، بحيث ان انا اجمع كل السيجنال دي عند وقت ابقى ضامن ان كلهم مجموعين، وكما لو كان ان انا عامل فوكس عند الخمسة سنتي. برضه الديلي ده بيتحسب ازاي؟ حسب فرق الباص. طب فرق الباص ده ديستانس، ازاي هحوله لتايم؟ عن طريق سرعة الالترا ساوند. انا عارف سرعة الالترا ساوند 1540 متر بير سكند، عارف السرعة وعندي هنا المسافة، اقدر احول المسافة لتايم على طول. طيب هي 1540 دي ستاندرد؟ لا دي مش ستاندرد، 1540 دي متوسط السرعة في التشو، في السوفت تشو، ممكن تزيد وممكن تقل، ممكن تزيد في الفات، سوري في المصل، وممكن تقل في الفات. يبقى السرعة دي اسامبشن، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. هل الاسامبشن ان انا افترض ان سرعه الالترا ساوند اللي هتمشي الباص ده، السيجنال اللي جاي لي من الباص ده والسيجنال اللي جاي لي من الباص ده، هيبقوا الاثنين ماشيين في نفس التيشو والاثنين ماشيين بنفس السبيد؟ هي دي المشكله اللي هنتكلم عنها النهارده. نرجع تاني نكمل اللي احنا قصدنا عليه دلوقتي، وبعدين نروح للفيز اباريشن. يبقى دلوقتي عندنا اتفقنا ان في بيم فورمنج في الترانسميشن اتكلمنا عنه، برضو في بيم فورمنج في الريسبشن. الاثنين الحقيقه مهمين جدا، والاثنين بيعملوا نفس الافكت. يقدروا في الترانسميشن اقدر اعمل البيم اكني بعمل حاطط اكوستيك لينس بتفوكس عند مكان معين واقدر اتحكم فيه، في الريسبشن نفس الكلام، اقدر اكني عامل وانا بديلي السيجنال من التشانلز المختلفه او من الكريستالز المختلفه، بعمل ديلي من كل السيجنال اللي جاي لي من كل واحد، بعمل لها ديلي بحيث ان يبقى الفوكس بتاعي اكني بعمل فوكس عند مكان معين. طبعا الاوفرول بيم فورمنج، البيم فورمنج بقى كله على بعضه هو محصله الاثنين، هو محصله الترانسميشن بيم فورمنج والريسبشن بيم فورمنج. يعني لو ده سيء يبقى البيم فورمنج، الاوفرول بيم فورمنج هيبقى سيء الترانسميشن. لو الترانسميشن كان كويس لكن الريسبشن كان سيء، يبقى برضه عندي نفس المشكله. يبقى اي واحد فيهم فيه مشكله هيبقى المحصله البيم فورمنج، البيم بتاعي هيبقى شكله سيء. ليه؟ لان البيم بتاعي معتمد على الترانسميشن ومعتمد على الريسبشن. برضو عندنا اتنين مصطلحين اتكلمنا عنهم قبل كده بتفاصيل اكتر في المحاضرات اللي قبل كده، الحقيقه في محاضرات الاندر جراد، اللي هو الاستاتيك فوكسنج. الاستاتيك فوكسنج ده انا في الترانسميشن بفوكس في مكان واحد بس، عشان كده هتلاقوا اجهزه الالترا ساوند بيبقى في حاجه اسمها فوكال بوينت، الدكتور يقدر يتحكم فيها ويحدد هو عايز يفوكس فين. الدكتور بيحدد عايز يفوكس فين بناء عن ايه؟ بناء عن المنطقه اللي هو انترستد فيها. هنفترض ان في حصوه، في حاجه في الليفر عند دبس 10 سم وهو عايز يبص عليها، بيبدا يحرك التراك بول ويحط الفوكال بوينت عند المكان اللي هو عايز يشوف فيه احسن لاترال ريزولوشن. ده بالنسبه للترانسميشن. يبقى وانا بترانسميت ببعت البلسز بتاعتي باترن معين على اساس انها بتفوكس عند المكان اللي الدكتور اختاره. طب وانا بريسيف، وانا بريسيف السيجنال جايه لي من كذا تشانل. لو تخيلنا ببساطه كده ان انا ممكن عند
بعد 1 مللي سكند مثلا او سي 13 مايكرو سكند اظبط الديلي اليمنت اللي بجمع بيهم التشانلز دي اكني بفوكس عند 1 سنتي. وبعد 26 مايكرو سكند اللي هو اكن السيجنال بتاعتي مشيت 2 سنتي اعمل الفوكس باترن بتاعي اغيره بحيث اكني بفوكس عند 2 سنتي. وعند برضو نزود 13 عليهم لان 13 دي اللي هو الرول اوف ثامب ان الالترا ساوند بيمشي 13 مايكرو سكند في السنتي الواحد، يبقى نزود عليهم 39 مايكرو سكند، يبقى اكني عندك برضو اغير الفوكس باترن اللي بجمع بيه السيجنالز اللي جايه لي اكني بفوكس عند 3 سم. عشان كده ده بنسميه دايناميك فوكس. طبعا ممكن بدل ما اخلي الريزوليوشن بتاعتي 1 سم ممكن اخليها 1 مللي، يبقى انا عمال اغير الباترن ده كل 1 مللي، يعني كل 1.3 مايكرو سكند، وده ممكن في الهاردوير نقدر نعمله. وكده اكني بعمل فوكس عند كل النقط، عشان كده بنسميه دايناميك فوكسنج. ممكن نقول عليه مالتيبل فوكسنج، اجهزه تقول عليه مالتيبل فوكسنج واجهزه تقول عليه دايناميك فوكسنج. دايناميك فوكسنج اوقع، لاني ممكن نظريا اكني بفوكس عند كل النقط اللي في الريسبشن. طيب بفوكس عند كل النقط اللي في الريسبشن وانا بعمل ريسبشن، يعني بعمل بيم فورمنج في الريسبشن، ده جميل، ده دايناميك فوكسنج. لكن انا عندي مشكله ان انا في الترانسميشن بفوكس عند نقطه واحده بس، يبقى مهما حسنت هنا الترانسميشن عامل لي مشكله، والصوره هتطلع احسن مكان فيه فين؟ عند المكان اللي فيه فوكسنج في الترانسميشن وفي فوكسنج في الريسبشن كويس. لو الترانسميشن كان البيم سيء عند مكان معين هيتم البيم ده سيء مهما حاولت احل المشكله في الريسبشن، وان كان الريسبشن هيحسن شويه، يعني ما نخسروش. مش معنى ان انا عندي مشكله في الترانسميشن الغيه. طبعا تاني الترانسميشن فيه حلول بقى في الاستاتيك فوكسنج ان احنا اتكلمنا عليها، اللي هو سيمالتينيوس مالتيبل فوكس، ان احنا نقدر نفوكس عند اكتر من نقطه. المقدمه دي مهمه جدا عشان نبدا نفهم المشاكل اللي هتقابل البيم. طب انا عملت البيم كده دلوقتي، البيم بتاعي شكله بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ واحنا مفترضين ان دايما سرعه الالترا ساوند اللي ماشيه هو ماشي في تيشو واحد، يعني انا متخيل ان السيجنال اللي جايه لي من هنا وماشيه في الباص ده ماشيه في تيشو، نفس التيشو اللي ماشياه في الباص ده، نفس التيشو اللي ماشياه في الباص ده، وده طبعا مش حقيقي لان انا عندي هنا فاتس، ممكن هنا فات اكتر من الفات اللي هنا، ممكن يكون في هنا سبيكولر اليمنتس، حاجه كده زي نوديولز صغيره موجوده في ناحيه ومش موجوده في ناحيه، فالباص ده تخبط فيه حاجات اكتر من هنا فيبقى السرعه مختلفه. يبقى انا التشو اللي انا ماشي فيه مش واحد، السرعات اللي انا ماشي فيها وبناء عليه طبعا السرعات اللي انا ماشي فيها مش واحد، يبقى كل بيم من دول مش ضروري يكون ماشي في نفس الايه التشو. لو كان ماشي في نفس التشو هيبقى فيه هيبقى فيه اوفست ايرور على عليهم كلهم، ده حاجه. لكن لو كان ماشي في تيشوز مختلفه، تعالوا ده نتكلم عليه، هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده ان شاء الله. سوري. طيب البريزنت التر ساوند ايميجنج بيفترض ان البيبل او البيشنت عامه هو عباره عن باك كبيره مليانه ميه. سرعه الالترا ساوند في الباك دي هي 1540 متر بير سكند، او نقدر نقول بيمشي يعني بيروح ويرجع السنتي في 13 مايكرو سكند، اللي هي واحد على الرقم ده في 2 لكل سنتيمتر، 1 سنتيمتر. هل الاسامبشن ده حقيقي؟ هل جسم الانسان كله هوموجينيوس كده زي بعضه؟ هو ده الاسامبشن اللي نقدر نقول عليه صعب جدا ان احنا نفترضه. مش كل جسمنا جسم الانسان حاجه واحده. وانا بصور في مكان واحد البروب، لو تخيلنا ان دي الابرتشر بتاعت البروب بتاعتي اللي بنصور من خلالها، ممكن يكون هنا في فاتس اكتر من هنا، ويكون هنا في فاتس برضو بس اللي هنا اكتر من هنا، ممكن يكون هنا في مصل اكتر من المصل اللي هنا، يبقى الدنيا مختلفة. بما ان الدنيا مختلفة يبقى الاسامشن بتاع ال 13 مايكرو سكند لكل 1 سنتي مش حقيقي، او ال 1540 اللي انا مفترض متوسط سرعة الالترا ساوند في السوفت تيشو مش حقيقي،
لأنها ممكن تزيد وممكن تقل. طبعا هنا عندنا ملحوظة مهمة، إن الفات والمصل اللي هما أنا بقابلهم البروب بتاعي قبل ما يبدأ يدخل، لو أنا هزور سي مثلا الليفر، لو هصور الليفر زي ما احنا شايفين، فانا بعدي على فاتس ومصل الاول، دول لوحدهم كافيين ان هم يديجراد الكواليتي بتاعتنا، لان اولا مختلفين، شايفين في منطقة الفاتس فيها اكتر من منطقة، والديلي اللي بيحصل في الفاتس والمصل من 10 ل 50%، 50 مرة قد الديلي اللي انا محتاجه للبيم فورمينج. فطبعا احنا كده عندنا مشكلة، ان احنا مفترضين ان احنا ماشيين في هوموجينيوس بادي او هوموجينيوس باج كبيرة، لكن هي الحقيقة مش كده. انا حتى لو افترضت ان اللي جوه ده هوموجينيوس، الليفر هوموجينيوس، فانا على بال ما بوصل للليفر واعدي من المصل واعدي من الفاتس، بيكون حصل ديجراديشن كبير جدا. طيب الاسامشن بقى ان احنا كل البيم فورمر وكل الاجهزه بتفترض ان سرعه الالترا ساوند 1540، ده اسامشن مش فاليد، بدليل ان سرعه الالترا ساوند في الفاتس اقل من الرقم ده زي ما احنا شايفين، سرعه الالترا ساوند في الدينستي في الليفر اقل، في الكدني اكتر، في المصل اكتر. طبعا كل ما الحاجه بتكون مور دنس وليس الاستيك بتلاقوا ان السرعه مالها بتزيد. سرعة الالتراساوند في التيومر أكبر بكتير، يعني التيومر برضو بيبقى الكثافة بتاعته عالية جدا والالاستيستي بتاعته بتبقى قليلة، فالسرعة بتزيد فيه، سرعة الالتراساوند بتزيد فيه، البارتكلز بتاعت التيومر بتبقى قريبة من بعضها جدا، فالالتراساوند سبيد بتزيد. نلاحظ ان الالتراساوند سبيد بتزيد كل ما الدينستي بتزيد، كل ما الالاستيستي بتقل. فبما ان السرعة مختلفة، يبقى الاسامشن اللي احنا بنعمله عشان نعمل البيم فورمنج اسامشن مش حقيقي، مش 100% صح. صحيح هو بيطلع لنا في الاخر صوره، بس الصوره بتبقى ديجرادد بسبيكل نويز رهيبه، بتبقى فيها مشاكل كبيره في الكونتراست بتاع الصوره، ما بيبقاش كويس نتيجه ان احنا بنعمل طبعا، والريزوليوشن كمان نتيجه ان البيم فورمنج نفسه، البيم فوق البيم بتاعنا مش حقيقي، مش قادرين نفوكس الفوكس اللي يقدر يعمل لنا بيم رفيع بالشكل ده، نتيجة ان كل مكان ماشي في تيشو السبيد فيه مختلفة، فما بيقابلوش بعض هنا عند التايم اللي انا حسبته. سي احنا اتفقنا ان انا لو انا عندي الابرشر بتاعي كده، بعمل الفوكس عند مكان معين، فبفاير ده عند تايم زيرو، وده بعد دلتا الفرق الباص بينهم، وده فرق الباص بس بينهم، سوري، فرق الباص بينهم، وهكذا لحد ما بنوصل لآخر حاجة بيتعمل له فاير صديقنا ده. نفس الكلام في الريسبشن، صديقنا ده بالعكس أكتر واحد بيتعمل له ديلي، وبعدين اللي جنبه ديلي أقل وديلي أقل ديلي أقل، لأن أوريدي ده بيمشي باص كبير جدا في التيشو. كل دول بقى كل واحد مشي هنا، ده مشي على، تخيلنا إن في طبقة فات هنا كده، فالطبقة دي كانت كبيرة هنا كده وقلت شوية، كبرت تاني وقلت، وهكذا. فهنا حصل ديلي كبير، هنا حصل ديلي اقل شويه، ازاي هنكمبنسيت الكلام ده عشان تطلع الفوكسنج بتاعي مظبوط في الترانسميشن او في الريسبشن، نتيجه ان البلس كل واحد من دول مشي في الترانسميشن باص مختلف ورجع باص مختلف، فهم رايحين مش هيقابلوا بعض هنا، وهم راجعين برضو الفوكسنج مش هيطلع عند المكان ده. فطبعا ده هيبوظ لنا السبيشال ريزوليوشن، السبيشال ريزوليوشن مقصود بها ريزوليوشن في السبيس سواء اكزيال او لاترال، وهيبوظ لنا الكونتراست بتاعنا في الصوره اللي احنا بنبص عليها في الالترا ساوند. طيب تعالوا نتخيل ان احنا الالترا ساوند بتاعي بعد ما عملت ترانسميشن راح خبط في البوينت سورس ده، الالترا ساوند بتاعتي، وبدات يعمل لها ريفليكشن. احنا دايما بنفترض ان البوينت سورس ده بيبقى زي السفير ويف فرونت. يعني ايه سفير؟ يعني البلس بتاعتي ماشية وهي راجعة في الاتجاه ده، ماشية اكنها في سفير، وممكن احنا هنا نفترض انها في سيركل، يبقى الويف فرونت بتاعتي ماشية على سيركل. يعني ايه الكلام ده؟
يعني البلس بتاعتي لو تخيلنا ان البلس اللي خارجه من البوينت سورس اللي عندي دي شكلها عامل بالشكل ده زي البلس اللي احنا شايفينها دي، فكل كل البيكس بتاعتي بتاعت البلس ده هتبقى موجوده فين؟ هتبقى موجوده عند المكان ده، دي بنسميها الويف فرونت. وهنا 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 نفس الكلام، هنا برضو البيك هنا هتبقى هنا، البيك هتبقى هنا، البيك هتبقى وهكذا، وتقعد تمشي في الاتجاه ده زي ما احنا شايفين. هنا نفس الكلام، وكلهم ماشيين مع بعض. ولو افترضنا ان احنا كل المنطقة دي هوموجينيوس، فكلهم ماشيين على نفس الويف فرونت، على نفس السفير او على نفس السيركل لو احنا قاطعين، لحد ما نيجي نوصل عند البروب هنا نلاقي طبقة الفات العجيبة دي اللي موجودة بإيه بأطوال مختلفة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا ظبطت الديليز بتاعتي بحيث ان السيجنال اللي جاي لي من هنا من الاليمنت اللي في النص ده هتمشي باص اقل. برضو هنا هنتخيل ان احنا عندنا الويف فرونت بتاعي هيبقى عامل كده، فبرضو السيجنال هتجيلي عند الكريستال دي الاول، فهبدأ اعمل ديلي هنا كبير. ممكن نتخيل ان ده ديلي كبير وده ديلي اقل منه وده ديلي اقل منه بناء على الويف فرونت اللي احنا حسبناها، او بناء على فرق الباص ده. يعني لو حسبنا المسافة دي مثلا وحسبنا المسافة دي هنلاقي في فرق باص كده دلتا اللي احنا شايفينه ده. فرق المسافة دي نحولها لتايم من سرعة 1540 متر بير سكند، نقدر نحولها لتايم ونقدر نعرف هنحتاج نعمل ديلي هنا قد ايه وديلي هنا قد ايه وديلي هنا قد ايه. المشكلة بقى ان صديقنا اللي هنا ده ما عداش على ديلي كتير، لكن ده عدى على فات لير فأخرته شوية نتيجة ان السرعة في الفات لير زي ما اتفقنا في السلايد اللي قبل كده أبطأ، السرعة هنا أبطأ بكتير، فده هيتعطل شوية في الفات، ده هيتعطل شوية في الفات. فهنلاقي بدل ما نجمع البلسز دي وهي كوهيرنت، يعني كل البيك تيجي على البيك لو أنا ماشي في هوموجينيوس تيشو، لا ده بيك هنا، البيك دي مش هتتجمع مع بيك، بالعكس البيك دي هتتجمع مع فالي هنا، هيحصل destructive interference زي ما احنا شايفين. البيك دي اتجمعت مع مينيمم هنا فيحصل destructive interference، هنا constructive interference، هنا ما حصلش حاجه لان دي اتجمعت مع زيرو، دي constructive، دي constructive، دي قربت تبقى destructive، دي ودي destructive نتيجه فرق الباص اللي حصل هنا. فعمل لنا phase aberration. الفيز ابريشن ده بنسميه سكريننج فيز ابريشن. ليه سكريننج؟ لان الطبقه دي موجوده قريب من الابرتشر بتاعتي، دي بنسميها الابرتشر اللي بنصور بيها اللي بيخرج منها الالترا ساوند واللي بيرجع فيها. الابرتشر بتاعتي هنا حسب الويتس بقى والنمبر اوف تشانل اللي انا مختارهم، دي قصه طويله برضو اتكلمنا عليها قبل كده. لكن قبل ما السيجنال تخرج من البروب وتروح للسوفت تيشو ونصور، او قبل ما ترجع قريب خالص من السطح في طبقه الفاتس او طبقه مصل. اختلاف طبقه الفاتس وطبقه المصل دي هو اللي عمل لي الانكوهيرنت سميشن اللي احنا شايفينه ده. طبعا احنا نفسنا السيجنال دي كلها بعد ما نعمل الديلي والفوكسنج تبقى كوهيرنت ويبقى كل البيكس تيجي على بعضها، البيكس هنا مش كلها جايه على بعضها، فتبدا السيجنال بتاعتي تبوظ. لو تخيلنا ان واحده بيك ماكسيمم بيك مينيمم بيك ماكسيمم بيك مينيمم بيك ماكسيمم بيك مينيمم، هبقى شايف الاوبجكت ده اللي هو كان المفروض منور وبعت لي سيجنال هيبقى شايفه اسود، لان كلهم عملوا كانسليشن لبعض والسيجنال بقت قيمتها بزيرو، مع ان عندي اوبجكت ورجع لي قيمه هنا نتيجه فرق الديلي ده بوظ لي السيجنال اللي جايه لي من عند الاوبجكت اللي جايه لي ده. هي دي مشكله الفيز ابريشن، ودي فكرة السكريننج اللي احنا هنتكلم عنها اللي هو الفيز سكريننج موديل. ده اول موديل بالنسبة للفيز ابريشن. الموديل الاولاني بيفترض ان انا عندي فرق الباص جاي نتيجة فرق التيشوز اللي موجودة قريب من سطح البروب. الموديل التاني اللي هو ديستريبيتد ابريتورز.
طيب الموديل الاولاني نرجع له تاني، اتفقنا ان هو بيحصل نير السكين او قريب من سطح البروب. الدي اباريشنز نقدر نعملها ازاي؟ عن طريق تايم شيفت. تايم شيفت ازاي؟ لو احنا رجعنا تاني لهنا ونبدأ نعمل كومبنسيشن في كل واحد من دول في الديليز دي لحد ما نوصل ان السيجنال اللي جايه لي عند دبس معين تبقى هي الماكسيموم. يبقى انا هبدأ ازود في الديلي هنا او اقلل فيه، ازود في الديلي هنا او اقلل فيه، وهكذا لحد ما نوصل ان السيجنال دي عند تايم معين تبقى ماكسيموم. السيجنال دي ماكسيموم معناها ان انا عوضت الفيز اباريشن او التايم ديلي اللي حصل نتيجه السكرين لاير اللي هي موجوده قبل البروب. نقدر نعملها كمان ازاي؟ لو احنا بنسامبل السيجنال دي بسامبلنج ريت عالي نقدر نعمل كورليشن بين السيجنال دي وبعضها عشان نقدر نحط نجمع السيجنال دي كورليتد مع بعض. يبقى بدل ما هم يتجمعوا كده انكوهيرنتلي يتجمعوا كوهيرنتلي. كوهيرنت يعني ايه؟ يبقى كلهم ان فيز مع بعض. بدل ما هم كلهم دلوقتي اوت اوف فيز نجمعهم كلهم ان فيز. ازاي؟ ان احنا نقعد نحرك السيجنال دي لفوق ولتحت بحيث ان احنا نعمل كورليشن بين كل اتنين وبعض لحد ما نجيب الماكسيمم كورليشن، نجمع السيجنال عند الماكسيمم كورليشن، ساعتها هيبقى عوضنا الديلي اللي احنا شايفينه ده. الديستريبيتد اباريتورز اصعب بكتير بقى. ليه؟ لان احنا هنا بنتكلم على ان الحاجه اللي عامله لنا فرق في الباص او فرق في التايم شيفت بين كل بين الباص وبعضه هي بارتكلز موجوده في اماكن مختلفه. لو تخيلنا هنا كده ان احنا عندي السورس هنا كده وعندي فيه هنا بارتكلز كتير، هنا حاجه برضو موجوده بس لكنها قليله، هنا قليله خالص، هنا وهكذا. يبقى احنا شايفين حاجه بالشكل ده. البيم اللي مشي كده غير البيم اللي مشي هنا، غير البيم اللي مشي كده، غير حتى البيم اللي مشي كده. كل واحد من دول ليه باترن مختلف، فهنا الدنيا اصعب بكتير ومور كومبلكس عن السكرين موديل. الديستريبيوتد موديل الحقيقه صعب جدا وطرق حله يعني لسه اندر ريسيرش. ان احنا نتخيل ان كل واحد من دول ليه وضع مختلف وليه ديليز مختلفه ومش لير واحده بس كده زي ما احنا شايفين، لا ده ممكن هنا تبقى حاجه وبعدين هنا تبقى حاجه ثانيه وحاجه ثالثه وهكذا. فاحنا مش عارفين هو المشكله حصلت فين، بدل ما كانت في السكريننج المشكله حصلت كلها في مكان واحد قريب من سطح البروب، فاحنا واحنا بنستقبل السيجنال بنغير الديلي بتاع كل تشانل وخلاص. لا ده احنا هنا لو تخيلنا ان السيجنال الكريستالز اللي احنا بنستقبلها دي كريستالز وعندي الاوبجكت اللي جاي لي هنا، فهنلاقي اول سيجنال هتجيلي اللي جايه لي من السيجنال ده كده من الكريستال اللي في النص، ودي كمان في النص اهي، الاثنين دول هيجوا مع بعض. بعد شويه هتيجي السيجنال هنا وقصادها هنا، بعد شويه هتيجي سيجنال هنا واللي قصادها فوق. بنبدا احنا نحط ديلي اليمنتز هنا عند كل واحد من دول عشان لما يتجمعوا في الاخر يبقوا كلهم كوهيرنت، لان كلهم اوريدي جايين من نفس السورس. عايزين نعمل كوهيرنت سميشن، معلش لو ايدي اتحركت شويه. نتيجة فرق الباص ممكن نقول اه لا ده اتأخر شوية فهنزود الديلي بتاعه شوية، بدل ما هو كان حاجة هنزوده شوية أو نأخره شوية نتيجة فرق الباص. لكن المشكلة الحقيقة ده نتيجة فرق الباص هنا، لأن أنا عندي حاجة عند السطح موجودة هنا سي ومش موجودة هنا أو موجودة هنا أقل. فهنبدأ نحط على دول كلهم حاجة وعلى كل دول حاجة تانية. لكن المشكلة بتبقى أعقد من كده لو تخيلنا إن أنا عندي حاجة هنا مزوده الديلي بتاع الاليمنت ده، دي سهله برضو لان حاجه في مكان واحد. لكن لو تخيلنا بقى ان انا عندي حاجه هنا وحاجه هنا، يبقى الباص هنا دي ليها سبيد V1 ودي V2 وفي V نوت كمان هنا، فانا عندي ثلاث سرعات. انا ازاي بقى هبدا افك الثلاثه دول من بعض؟ دي مأساة. وده الديستريبيوتد اباريتورز.
الانفرس فلترنج هنا مقصود بيها ان انا افترضت ان انا بصور في تيشو كله هوموجينيوس لكن السرعه مش 1540، بمعنى ان انا برضو الاوبجكت اهو بيرجع لي وكل الدنيا شكلها هوموجينيوس اهي مفيش مشكله، لكن السرعه مش 1540 سي مثلا 1440. يبقى انا بحط بقى هنا ايه، بحط هنا كل الايكوز اللي جايه لي كلها ديليد، وبحط اوفست على كل الدنيا عشان اقدر اجيب الكوهيرنت سميشن اللي احنا عايزين نعمله، نصلح الاباريشن. فعايزين نعمل كوهيرنت سميشن اللي احنا عايزينه ده، فبنحط اوفست على كل الشانلز اللي جايه لنا، بدل ما هنا السكرين تاني بنلخص السكرين كل تشانل مختلفة، لا هنا كل الدنيا مختلفة، بس انا كنت مفترض ان السرعة 1540 لكنها مش 1540، حاجة تانية. طبعا ده اسهلهم في الاصلاح، يلي الفيز سكرين موديلنج ثم الديستريبيوتد اباريتور. دي مجموعة من التكنيكس هيبقى مطلوب من الناس اللي شغالين معانا، كل واحد يختار بيبر من دول ويبدأ يعمل لها برزنتيشن. وده كل تكنيك بيحاول يعمل الفيز اباريشن، يعني دي اباريشن بقى، يعني هو عايز احنا عند حصل اباريشن حصل فيه فرق فيز بين كل تشانل والتانية، فكل واحد نفسه يعمل كوريكشن للفيز اباريشن بروبلم ويقلل الايه المشاكل بتاعة الصورة. فدي كذا تكنيك الناس، كل واحد هياخد بيبر من دولت ويبدأ يعمل لنا عليها برزنتيشن ان شاء الله. طبعا كلهم شغالين على، يعني في حاجات هنلاقي كروس كورليشن. كروس كورليشن يعني ايه؟ يعني انا عندي سيجنال بالشكل ده مثلا وعندي سيجنال، طبعا انا بحاول ارسم الاثنين. الكروس كورليشن نقدر نعرف السيجنال دي نحركها قد ايه عشان تبقى كورليتد مع دي، يعني تبقى اقرب حاجه للسيجنال اللي احنا شايفينها فوق دي. فنبدأ نحرك في السيجنال دي لحد ما نجيب الماكسيمم كورليشن. الماكسيمم كورليشن امتى؟ لما يكون السيجنال دي قصاد السيجنال اللي فوق. يبقى نقعد نحرك في كل تشانل لفوق ولتحت، او نعمل لها ديلي بلس او ديلي ماينس لحد ما التشانلز يجمعوا مع بعض يدونا ماكسيمم سيجنال. ده المقصود بفكره الكورليشن. سبيكل ده هو بيبص على الصوره ويبدأ يشوف السبيكل فين اللي منور قوي فين اللي مطفي قوي في كل لاين، ويحاول برضو يعمل لهم ماتشنج عشان يجوا مع بعض، يبقى الحاجات اللي زي بعضها تيجي مع بعضها، فأكنه بيعمل ايه ماتشنج للسيجنال. الحقيقة السينثيتك ابرتشر هو موضوع مكمل لشغل الفيز اباريشن، هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.